أهلا بحضراتكم مرة تانية. قطاع البترول زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة من أهم القطاعات اللي حققت نجاحات استثنائية وغير مسبوقة في السنين اللي فاتت، وده بفضل دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة الحقيقة للمشروعات في هذا القطاع، واللي انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي، وأصبح عندنا فيه نقلة نوعية حقيقية في إدارة أنشطته المختلفة اللي اتسمت بالتكامل والإدارة الرشيدة واستشراف المستقبل. قراءة وافية عن إنجازات هذا الملف نستعرضها بالتفصيل مع المهندس صبري الشرقاوي، رئيس شعبة البترول والتعدين بنقابة المهندسين. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير. يا أهلا بحضرتك. الله يبارك فيك. عايزين نعرف منك في البداية، إزاي هذا القطاع نجح بالفعل في تحقيق الاستقرار للسوق المحلي؟ هو طبعا لو بدأنا احنا في نقول من 2011 ل 2013 كان عندنا أزمة كبيرة خصوصا في الغاز، بعد استقرار الحالة الأمنية، وزي ما حضرتك قلت أن القيادة السياسية أولت اهتمام كبير بالمشروعات البترولية وبالتخطيط في وزارة البترول، استطاعت الوزارة في خلال الثمان سنوات الماضية اللي احنا هنتكلم عليها من 2014 إلى 2022 تحويل الانتاج الغاز الطبيعي من سالب 11 الى موجب 25، بمعنى ان احنا كان الغاز بتاعنا لا يفي باحتياجات السوق المحلي. في 2015 2016 بدانا استيراد الغاز، وكنا من اكبر الدول المستورده للغاز. في 2018 بدا الاكتفاء الذاتي ثم التصدير، ودي طبعا كانت ملحمه عشان تقدر حضرتك في خلال فترة وجيزة تتحول من الاستيراد إلى التصدير. بدأنا في 2013 كان وصلت الديون بتاعتنا لمبلغ كبير جدا، 6.3 مليار دولار. ده خلى المستثمرين يحجموا عن الاستثمار في مصر. بدأت طبعا القيادة السياسية تولي اهتمام كبير بسداد هذه الديون، أدى إلى سداد ديون كل الشركاء، وصل لغاية 800 مليون و750 مليون، ودي طبعا فاتورة شهرية يعتبر للنسبة بتاعتهم في الانتاج. فتحولت مصر من الاستيراد إلى التصدير. طيب احنا بنتكلم في، لو هنتكلم عن سنه 2018 ل 2019 بنتكلم عن نسبه نمو في القطاع بنسبه 25%. فبنتكلم كمان في تنفيذ يعني مشروعات، 32 مشروع يقدر بحوالي 561 مليار جنيه. لو حضرتك تكلمنا على هذه الطفره في قطاع البترول. زي ما حضرتك بتقولي كده، احنا بدانا في 2018 2019 بحقل ظهر. حقل ظهر ده كان انتاجه في اللي بدات انتاج التجريبي في 2017، والاستثمارات بتاعته حوالي 15.6 مليار دولار في عمر المشروع. تم تنفيذه في حوالي 28 شهر. المفترض الطبيعي ان ياخد من 3 ل 6 سنين، فده طبعا يعتبر انجاز كبير جدا، ويمكن لأول مرة رئيس جمهورية تدخل في اتفاق مع الشركات، وخصوصا شركة إيني اللي هي المنفذة للمشروع. لأهميته طبعا، لأهمية هذا الاتفاق. لأهمية هذا المشروع، اللي بقول لحضرتك تخيل أنت إنتاجك كان وصل لأقل من 4 مليار، استهلاكك أكثر من 6 مليار. حقل ظهر ده إنتاجه يوصل لغاية 3.2 مليار قدم مكعب في اليوم. فلما يدخل حقل زي ده في 2018 ده اللي ساعدنا على تحقيق الاكتفاء الذاتي ومساله عودتنا للتصدير. مش هو بس، كان في معاه 5 حقول تانية في نفس التوقيت، يعني في 18 19 20 نقدر نقول دخل حوالي 5 حقول تانية. فالانتاج المشروعات اللي حضرتك قلت عليها دي هنقول حوالي 597 مليار جنيه كويس، اللي هي حوالي 22 مليار دولار. ال 22 مليار دولار دول كانوا من 39 اتفاقيه. ال 39 اتفاقيه في الفتره دي ان يحفروا حوالي 409 بير بترول. 400 وكانت الاتفاقيات وصلت لغايه 401 كشف.
منهم 281 كشف زيت و120 كشف غاز. فكل الاكتشافات الكبيرة دي أدت إلى حدوث صفقة كبيرة في الإنتاج، مما أدى إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز. لكن ما زلنا في الزيت الخام، ليس عندنا اكتفاء ذاتي، والمنتجات البترولية إن شاء الله يعني المزمع ان هو تكفي لاحتياج السوق المحلي في 2023 ان شاء الله. طيب كنا بنتكلم عن نقطه مهمه، هي وجود الشركات الاجنبيه في مساله البحث والاستكشاف، دي حاجه غايه في الاهميه، وده بكل تاكيد هو نتاج مناخ استثماري مناسب مصر وفرته لمثل هذه الشركات، حتى ان هي جت وبدات في مشروعات بحث واستكشاف وتتوالى ومستمره كمان في عملها. تمام، ده بل بالعكس دخول شركات لاول مره في مصر زي بالنسبه لاكسون موبيل وشيفرون، ما كانتش دخلت السوق المصري نهائي. يعني موجوده ايني وشيل وبي بي والشركات اللي هي بتعمل استقرار هذه الشركات في مصر كبيرة واستمرارها استقرارها واستمرارها واستقرار الحاله السياسيه والامنيه، ان المستثمر زي ما حضرتك عارف مش هيجي يستثمر في بلد لا يضمن فيها استثمارات. مظبوط، فحدوث الاستقرار الامني واهميه القياده السياسيه انها تتدخل في ضمان لهذه المشروعات كويس، ادت ان شركات جديده تدخل لاول مره السوق المصري زي شيفرون واكسون موبيل، ودي شركات عالميه. فالشركات العالميه بدات كلها تتجه الى مصر، وخصوصا في هذه الايام طبعا زي ما حضراتكم عارفين بعد حدوث الأزمة الأوكرانية ونقص في الطاقة في أوروبا في الغاز. هنلاقي إن رئيسة المفوضية الأوروبية جت الأسبوع اللي قبل اللي فات عشان تحضر منتدى الغاز المصري، ده ما كانش بيحصل. ليه؟ لأن أهمية إن هم عايزين يضعوا استراتيجية لتصدير الغاز إلى أوروبا كويس، حتى تكون بديل في حالة حدوث أزمات زي الأزمة الأوكرانية. صحيح، احنا بنتكلم كمان عن تحول القاهرة لمركز إقليمي للطاقة يعني. تمام، المركز الإقليمي للطاقة حضرتك بدأ في 2018 وضع الاستراتيجية ليه، اكتمل في 2020. منتدى الطاقة بيتكون من حوالي 7 دول، ال7 دول زائد دخول أمريكا والإمارات وفرنسا، وفرنسا حاليا بقت عضو، الأول كانت داخلة كمراقب. الولايات المتحده والبنك الدولي والامارات كمراقبين، ومنتدى الغاز بان ايه ازاي احنا نستفيد من الثروات الطبيعيه من الغاز والزيت اللي موجوده في الشرق الاوسط، كيفيه استغلال المقاومات الطبيعيه اللي موجوده في الشرق الاوسط والاستفاده منها في الدول زي الدول الاوروبيه وغيرها. تمام، طيب ازاي نرفع صادرات مصر من الغاز؟ بلغه الارقام احنا عندنا اخر حصيله كانت 7.5 مليون طن. تمام، وعايزين نعرف برضو الدوله بتنتج ايه قد ايه من الغاز يوميا؟ هو حضرتك احنا انتاجنا وصل حاليا 6.8 مليار قدم مكعب في اليوم. عندنا احنا في الاساله مصنعين، مصنع في ادكو الغاز المسال او الاي ال ان جي، ومصنع الاساله في دمياط. مصنع الإسالة في إدكو ده عبارة عن وحدتين، الوحدة بتاخد في اليوم حوالي 650 مليون قدم مكعب في اليوم، يعني 1300 مليون قدم مكعب في اليوم. وعندنا وحدة الإسالة في دمياط سيجاز، سيجاز دي كانت متوقفة لمدة 8 سنوات. بدأت العمل من خلال شهور في الفترة اللي فاتت. المصنعين دول حاليا شغالين بكل طاقتهم. في كمان الغاز الطبيعي اللي هو بتصدره حضرتك في المواسير، بمعنى ان خطوط انابيب واصله من هنا للاردن، بنصدر للاردن. حاليا في اتفاقيه ان احنا نصدر للبنان من خلال الاردن ثم سوريا ثم لبنان بضمان البنك الدولي. بعد كده الاستفاده بان انا كمان اجيب الغاز المنتج في حقول قريبه مننا زي قبرص. قبرص ما عندهاش الامكانيه انها تسيل الغاز كويس، لان الغاز لازم يسيل عشان يتنقل من مكان الى مكان. فنجيبه ونسيله هنا ونصدره. احنا عندنا الفاسيلتيز بتاعتنا اللي تقدر تسيل الغاز، فهنقدر نجيب الغاز من قبرص ومن الصعيد كمان هيجي.
ويتم السلع هنا، وعندنا المواني اللي تقدر تستقبل التانكرز الكبيرة بتاعت الغاز كويس، فأقدر أخذ الغاز من الحقول اللي هم مش قادرين يسيلوا وأصدره للدول الأوروبية وغيرها. طيب نروح مع حضرتك لمحطات الغاز الطبيعي الخاصة بالسيارات. احنا عندنا كم محطة والمستهدف الوصول لكم محطة؟ هو عندنا حاليا حوالي 780 محطة، المستهدف انها توصل ل 1000 محطة في خلال فترة وجيزة. اللي شغال منهم كم محطة؟ 780 محطة شغالين كلهم، شغالين وقود طبيعي. وعندنا حوالي 117 مركز تحويل السيارات من البنزين او السولار الى الغاز الطبيعي، وصل دلوقتي حاليا 117، وده طبعا رقم كبير جدا ان يتعمل في الفتره اللي خلال السنتين اللي فاتوا يعني. المستهدف حوالي 1000 محطه، لغايه المستهدف ده ما يتم بيستعيدوا عنها حاليا بمحطات متنقله، ودي لاول مره تستخدم في مصر كمان. المحطة بتمون حوالي 500 سيارة في 12 ساعة، يعني لو اشتغل 24 ساعة ممكن يمون 1000 سيارة لغاية ما يكمل المحطات المزمع إقامتها إن شاء الله. تمام، خطة التوسع في هذه المحطات والمحطات المتنقلة بتتم بناء على بنشوف المنطقة اللي فيها أكتر عدد من العربيات وفيها ضغط على تحويل السيارات إلى العمل بالغاز الطبيعي فبنعمل محطة، ولا بتبقى بناء على إيه؟ طبعا حضرتك احنا عندنا دلوقتي تعرف التحول الرقمي، التحول الرقمي ادى امكانيه ان حضرتك تعرف كل سياره فين، في قاعده بيانات، قاعده بيانات وقاعده بيانات، يعني النهارده وزاره البترول فيها قاعده بيانات يعني غيرت الشكل نهائيا كويس. يعني تخيل حضرتك ان المنتج بيطلع من في وهو في الشركه انت عارف المنتج كام، في ده كل اللي عند الهيئه اللي عمل البترول وعند الشركه القابضه للغاز عنده المنتج كام، اللي في الخزان كام، في المحطات الموجوده على مستوى الجمهوريه فيها دلوقتي بالتحول الرقمي بان انا اعرف في الخزانات دي كام عشان ما اجيش ساعه ارتفاع ما يحصلش ضغط سعر او انخفاض سعر كويس اللي في المحطات يقولوا ما عندناش بنزين، لا هو عارف البنزين الموجود عنده في المحطه فما يقدرش يقول انا ما عنديش كده، ما فيش اي نوع من انواع التلاعب، ما فيش اي نوع بقى، وبيحسب له على اللي موجود، بمعنى ان انا حصل تخفيض الكميه اللي عنده بديه تعويض عن اللي دفعه، حصل زياده باخد منه الزياده. زي ما حضرتك بتقول السيارات النهارده احنا عارفين كم سياره تم تحويلها للغاز عن طريق اللي المحطات التحويل زي ما بقول لحضرتك المركز التحويل دول ال 117 في قاعده بيانات عندهم بيديني كم عربيه اتحولت للغاز، يبقى انا عارف استهلاكي منها كام، يعني وصلنا للاستهلاك من 30 مليون متر في السنه الى 85 مليون، فهو عارف من فين ان 30 ل 85 بان هو عنده عدد السيارات اللي تم تحويلها وهي تزيد حاليا عن 400,000 سياره. طيب وجاري يعني بدون توقف ان شاء الله هنحول اكبر عدد من السيارات للغاز الطبيعي. بالنسبه بقى للمحطات المتنقله اماكنها ثابته عشان برضو الناس تكون عارفه؟ لا بتروح اماكن اللي هي هو بيشعر فيها ان المحطه او في احتياج ليها. متنقله يعني أنا كل الناس يوم الناس هتعرف منين يتم الاعلان يعني حاليا في على الموبايل ام او بي كده بيعرف محطات حضرتك لو فتحت الموبايل وقلت محطات البنزين او محطات الغاز القريبه مني بيدي لحضرتك اقرب محطات للغاز، فبقى موقعها يعني على الموبايل حاليا الام او بي ده بيديني اقرب محطات ليا سواء بنزين او سواء غاز، فخلاص العمليه بقت اسهل ما يكون يعني. عظيم جدا، مهم جدا واحنا بنتكلم عن تصدير الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ان احنا نشوف كمان ايه اللي حصل في توصيل الغاز الطبيعي للبيوت خلال الثمان سنين اللي فاتوا وخطه توصيل الغاز الطبيعي للبيوت. والله يمكن الحمد لله الواحد خارج القطاع حاليا فهيقول كلمه حق، يعني تم توصيل لعدد 7.3 مليون وحدة سكنية في خلال الثمان سنين دول، ده نسبة 54% من عدد الوحدات التي تم التوصيل لها في خلال 41 سنة، وصل العدد حاليا إلى 13.5 مليون وحدة سكنية. 13 مليون ونص وحدة سكنية يخدموا حوالي 60 مليون مواطن كويس، زيادة عن كده
ان مبادره حياه كريمه اللي هي رئيس اوصى بيها مبادره الرئيس للحياه كريمه توصيل الغاز الطبيعي ل 1450 قريه. الى الان تم التوصيل ل 101 قريه في 203 شغالين فيهم. الباقي منتظرين توصيل الصرف الصحي ليها اولا عن طريق وزارة التضامن وبعدين هيدخل لها الغاز. فحاليا وصل معدل التوصيل السنوي الى 1.2 مليون. ف1.2 مليون وحدة سكنية ده رقم طبعا كبير جدا عشان تقدر توصله في خلال السنة. زمان كنا بنوصل مثلا اقصى شيء 200,000 وحدة 300,000 وحدة. النهارده وصلنا لمليون واتنين من عشرة وحدة سكنية في السنة. ده كتير طبعا. عملية التوصيل بتتم ازاي يا باشمهندس؟ وفكره انه احنا دلوقتي بقينا بنوفر في حاجات كتيره قوي وفي ناس كتيره دلوقتي بقت بتقبل على هذه الخطه ان هم عايزين يقدموا عشان الغاز يدخل عندهم. وطبعا انتوا بالتاكيد في الوزاره عندهم خطه لايصال الغاز لكل المنازل اللي موجودين في اماكن تسمح بان الغاز يوصل، لانه بالتاكيد في اماكن تانية لا تسمح بان الغاز يوصل بسبب طبعا العشوائي الصرف الصحي او انه المنازل بنيت بشكل عشوائي فمفيش اماكن. شوف حضرتك البنيه التحتيه اولا زي ما حضرتك قال ال 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 الخطوط كان طولها حوالي 26,000 كيلومتر، وصلنا لغايه 34,000 كيلومتر. فاول شيء انا عايز خط من الحقول الى الاماكن اللي هتوصل ليها الغاز. وعايز كمان اخفف الضغط، يعني الضغط بيبقى كبير فخفف الضغط. بعد كده بوصل البنيه التحتيه، يمكن حضرتك تلاقي في كل شارع حاليا في توصيل غاز. فالاول بوصل الخطوط الرئيسيه وبعد كده ببدا اوصل خطوط التوزيع، ثم الخطوط المدن الجديده بيوصلها بتوصل الخطوط قبل اقامه المدينه. بمعنى يعني لو حضرتك رحت في التجمع او الشروق او اي مدينه جديده او العاصمه هتلاقي ان خطوط الغاز الرئيسيه وصلت. بيجي عند الأماكن اللي هيوصل فيها وبحط محبس. بمجرد بناء العمارة أو الفيلا بيصل الخط يدوب توصيل الشقة بس مباشرة مباشرة. ده بل بالعكس كمان عملوا مبادرة إن أوصل بالتقسيط. ليه؟ عشان يشجع الناس على العداد نفسه طبعا. لأن النهارده لأن إحنا بنقول توصيل الغاز للمنازل أدى إلى تخفيض استهلاك البوتاجاز. صحيح. طيب ادى الى استهلاك البوتاجاز يعني ايه؟ وانتهاء ازمه البوتاجاز برضو اللي كانت بتحصل يعني. لحضرتك كمان احنا وفرنا تم توفير اكثر من 20 مليون جنيه مليار جنيه في السنه. اكثر من 20 مليار جنيه توفير في استهلاك البوتاجاز. زائد انهم هم بالنسبه للبوتاجاز الازمه اللي هي كانت بتحصل دي عمل ايه؟ زود السعه التخزينيه. من 77 مليون طن الى 220 مليون طن. فعمل مخزون استراتيجي بحيث ان ما يحصلش اي ازمه في حاله نقص اللي هو التمويل بتاع البوتاجاز. طيب مشروعات البتروكيماويات، هل احنا في صدد انتاج منتج مصري يعني يساعدنا في اوقات الازمات اللي موجوده زي دلوقتي مثلا؟ طبعا طبعا. اوريدي احنا في مشروعات بحوالي 77 مليار اعتقد وكسور يعني جنيه. في مشروعات اقيمت ومشروعات بتقام. بمعنى مشروعات بتقام يعني في مجمع حاليا اسمه مجمع البحر الاحمر للبتروكيماويات. ده استثماراته حوالي 7.5 مليار دولار في المنطقه الصناعيه في السويس. في مشروع انتاج الخشب متوسط الكثافه اللي هو الام دي اف. الام دي اف زي ما حضرتك بتقولي بنسوده كويس، فاخدوا قش رز ويبدا ينتج منه الام دي اف. في مشروعات بتروكيماويات حاليا في الطريق حوالي 6 مشروعات. فبرضك البتروكيماويات مدينها اولويه كبيره جدا حاليا. عظيم جدا يا فندم، احنا بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا المهندس صبري الشرقاوي رئيس شعبه البترول وتعدين بنقابه المهندسين. شكرا جزيلا يا باشمهندس.